الحين معكم الأستاذ المساعد دكتورة حوراء عباس المرعب من كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات. سأعرض على حضراتكم أحد أهم المفاهيم الرئيسية في الرياضيات وهو مفهوم الدوام. سنتعرف في هذه المحاضرة البسيطة على تعريف الدالة رياضيا وكذلك الخواص الرئيسية لها، ونطبق هذا التعريف على مفهوم من الحياة وعلى المستوي الإحداثي الرياضياتي الحقيقي. بدءا بتعريف الدالة، الدالة هي عبارة عن علاقة تربط بين مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B، لتكون زوجا مرتب. هذا الزوج المرتب يكون العنصر الأول فيه من المجموعة الأولى A والعنصر الثاني من المجموعة الثانية B. يمكن لنا أن نوضح من خلال هذا المخطط التوضيحي أن المجموعة A تمثل منطلق الدالة، فيما تمثل المجموعة B مستقر الدالة. أما هذه الأسهم المنطلقة من عناصر A إلى عناصر B فهي العلاقة أو الدالة التي نصفها بأن كل عنصر من عناصر A يوجد عنصر وحيد فقط في B مرتبط بها بواسطة الدالة F. فيتكون لدينا عنصر من A وهو A small مع عنصر من B وهو B small، فيكون لدينا زوج المرتب AB في الدالة F. أحد أهم الخواص الرئيسية للدوال هي خاصية التباين. نقصد بالتباين أو one-to-one أو أيضاً يقابل injective بأن كل عنصرين مختلفين من المنطلق A يمتلكان صوراً مختلفة في B، ونقصد بصورة العنصر هي تطبيق الدالة على هذا العنصر، بمعنى أنه إذا كان لدينا A1 و A2 عنصرين مختلفين ينتميان إلى المجموعة A المتمثلة باللون الأحمر، فإن صورهم في المجموعة B تكون مختلفة. F of A1 لا تساوي F of A2، بمعنى أن الصور تكون مختلفة. كما نلاحظ في هذا المخطط التوضيحي بأن كل عنصر ينطلق إلى عنصر مختلف عن الآخر. وتكون الدالة الشاملة surjective أو onto إذا كانت كل عناصر B مرتبطة بعناصر من A. لاحظنا في المثال السابق أو المخطط السابق أنه يوجد في المجموعة B عنصر غير مرتبط بA، لكن هذا لا يمنع كونها دالة. أما في هذا المثال، لكي تكون الدالة شاملة فيجب أن تكون كل عناصر B مرتبطة مع عناصر من A، وهنا نسمح بالتكرار، بمعنى أنه يمكن لعنصرين من A أن يرتبطا بعنصر واحد من B. على عكس الـ one-to-one التي لا تسمح بالتكرار. تكون الدالة متقابلة أو bijective إذا جمعت الخاصيتين معا، بمعنى أن تكون الدالة one-to-one و-onto في نفس الوقت، يعني أن تكون لكل عنصر من A صورة وحيدة في B، وكذلك يكون لكل عناصر B ارتباط مع A، أي أن تكون كل عناصر B لها صورة أو تمثل صورة لأحد عناصر A. كمثال تطبيقي من حياتنا اليومية لمفهوم الدوال هو علاقة الآباء بالأبناء. نحن نعلم بأن لا يوجد ابن بدون أب، هذه هي العلاقة الطبيعية في الحياة، لا يوجد ابن بدون أب، لكن يوجد في مجتمعاتنا رجال أو أشخاص ليس لهم أبناء. فإذا هذه هي العلاقة، تكون بالشكل الآتي: المجموعة A، المجموعة باللون الأحمر تمثل الأبناء، فيما المجموعة باللون الأخضر تمثل الآباء. وهذا السهم الواصل من العنصر في المجموعة الأبناء إلى مجموعة الآباء يمثل العلاقة أو الدالة. نلاحظ أنه لا يوجد ابن ليس له أب، بمعنى لا يوجد عنصر من عناصر المجموعة الأولى
غير مرتبط بالمجموعة الثانية، لكن لدينا في المجموعة الثانية مجموعة الآباء عنصر غير مرتبط بالمجموعة الأولى. هذا مفهوم الدالة على هذه العلاقة. إذا طبقنا خصائص الدالة على هذه العلاقة، بمعنى أنه لو أخذنا علاقة أو خاصية الوان تو وان على علاقة الأبناء بالآباء، إذا أردنا أن تكون العلاقة وان تو وان فيجب أن يكون لكل ابن أب واحد فقط، بمعنى أنه لا يوجد أخين هنا، لا يوجد أخوين، بمعنى كل شخص من المجموعة الأولى مرتبط بشخص واحد، لا يوجد ابنان لهما نفس الأب. هل هذه العلاقة شاملة؟ لا، ليست شاملة كما ذكرنا سابقا، لأنه يوجد عنصر من الآباء غير مرتبط مع أحد الأبناء. أما إذا أردنا أن تكون العلاقة شاملة فيجب أن يكون كل عناصر الآباء مرتبطة بأحد عناصر الأبناء أو أكثر. نلاحظ هنا أن أحد العناصر مرتبط بأكثر من عنصر من الأبناء، وهذا ممكن. المهم لدينا هنا أن تكون الدالة معرفة تعريفا جيدا وأن تكون شاملة. أما إذا أردنا أن تحمل الصفتين معا، صفة التباين وصفة الشمولية، فيجب أن يكون لكل أب ابن واحد فقط لا غير. كما نلاحظ هنا في المخطط التوضيحي أن كل عنصر من عناصر الأبناء مرتبط بعنصر واحد فقط، وكذلك كل عنصر من عناصر الآباء مرتبط بعنصر واحد من عناصر الأبناء. يمكن لنا أن نعمم هذا التعريف إلى عدة أجيال، بمعنى أنه إذا أردنا أن نربط علاقة الأبناء بالآباء بالأجداد، هنا لدينا علاقة التركيب بين الدوال وهو الكومبوزيشن. لكن الكومبوزيشن يتطلب منا أن تكون مستقر الدالة الأولى مساوي لمنطلق الدالة الثانية، بمعنى إذا كانت الدالة F معرفة من المجموعة A إلى المجموعة B حتى تتركب مع الدالة G، فيجب أن يكون المستقر للدالة F هو نفسه المنطلق للدالة G وهو B. فإذا عرفنا G كالآتي، وهي دالة من B إلى C. لدينا هنا دالتين يمكن تركيبهما معا بالصورة الآتية: G تركيب F لأي عنصر من عناصر الـ A يساوي G الصورة الثانية للصورة الأولى مع الـ A. تتكون لدينا دالة جديدة ناشئة من تركيبهما. يمكن لنا أن نذكر بعض الأمثلة على المستوى الإحداثي R تربيع، ونطبق عليها مفهومي الـ on to والـ one to one التي ذكرناها سابقا. هذا النوع من الدوال يحقق الشمولية. لماذا؟ إذا اعتبرنا أن الـ y هي مستقر الدالة والـ x هو منطلق الدالة، فنلاحظ هنا أن كل عناصر الـ y تتغطى بهذه الدالة، بهذا الخط المائل، الخط المستقيم الذي يمثل الدالة. هل هي on to؟ نعم on to. هل هي one to one؟ نعم أيضا one to one، لأن كل عنصرين من X مختلفين لهما صور مختلفة، لا يوجد تكرار في الصور، وهكذا تكون هذه الدالة بايجكتيف، تحمل الصفتين معا. أما هذه الدالة نلاحظ أنها لا تحقق الشمولية. لماذا؟ لأنه لدينا من عناصر Y على خط الأعداد Y عناصر سالبة لا تمثل صورة لعناصر من X. نلاحظ هنا أن هذا المنحني، منحني X تربيع، ينطلق إلى الأعلى،
بمعنى أنه الجهة السالبة من الواي لا تشملها الدالة، وبذلك لا تكون الدالة شاملة. أما إذا أردنا أن نتحقق من التباين، نلاحظ أيضا أن الدالة ليست متباينة. كيف؟ لدينا عنصران من عناصر الأكس، على سبيل المثال الواحد وسالب واحد، صورتهما أكس تربيع، صورتهما كلاهما واحدة وهي الواحد، وبهذا لا تكون الدالة متباينة. هنا الدالة ليست شاملة لأنها لا تحقق الشرطين الـ1:1 والـ1:2. لدينا هنا دالة أخرى، هل هي دالة شاملة؟ كلا، لنفس السبب أنه هي لا تحمل صور من الواي كاملة، بمعنى أنه لدينا عناصر سالبة من واي لا تمثل صورة لهذه الدالة، فإذا ليست دالة شاملة إنما هي متباينة لأن لا يوجد عنصرين لهما نفس الصورة. في هذا المثال لا تتحقق لدينا الشاملة ولا المتباينة، لماذا؟ لأن الصور كلها تنحصر عند الاثنين، الرقم 2، الواي لا تتغطى كاملة بعناصر الدالة، ليست 1:1 لأن كل العناصر لها صورة واحدة وهي الاثنان. هذه الدالة وهي دالة المطلق X أيضا ليست شاملة ولا متباينة، ولذات السبب أن العناصر السالبة لا تغطيها الدالة، ويمكن لعنصرين أن يحملا نفس الصورة، مثلا 2 وسالب 2 من عناصر X هما عنصران مختلفان إنما صورهما واحدة وهي الاثنين. شكرا جزيلا لاستماعكم، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة قد نالت إعجابكم.